احنا طبعا نازلين علشان خاطر ندلب صوتنا، ولان ده بنيان بلدنا واحنا لازم نقوم بيه. الحقيقة أن العملية الانتخابية هذه المرة وهي تبدو استثنائية في رهانين فيها، الرهان الأول رهان المشاركة والرهان الثاني رهان الأمن. أتصور أن رهان الأمن نجح بامتياز، لم تحدث أي اختراقات أو تجاوزات أمنية، لكن المشكلة أو ما زالت الإشكالية هنا في رهان المشاركة. الحق أن التدفق على اللجان الانتخابية متوسط وأحيانا يكون ضعيف. الحقيقة أن في عزوف هذه المرة لدى قطاعات كبيرة من المجتمع المصري، سواء شباب أو سواء قوى سياسية. ده راجع أتصور بفعل عدة أمور، أولها حالة الاحتقان السياسي والمجتمعي اللي بتعيشها مصر، ربما إيمان قطاع واسع من المصريين بأن العملية السياسية بأن العملية الانتخابية محسومة سلفا لمصلحة مرشح رئاسي بعينه، أيضا إقصاء بعض من المرشحين وقت العملية وقت الاستعداد أو وقت الترشح.